السلطة الفلسطينية عن إغلاق شامل لجميع المحافظات بالضفة الغربية لمدة 5 أيام ابتداء من صباح الاثنين. المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أعلن أن الحكومة قررت ترك المجال للمحافظين لاستثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحفظ سلامة أو يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم. وحول هذا الإغلاق ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الشرق محمد دراغمة. محمد أهلا وسهلا، يعني إغلاق جديد، ماذا في تفاصيله؟ وأيضا ما هي الاستثناءات التي قررت الحكومة ترك المجال فيها للمحافظين فيما يخص القطاعات الإنتاجية بالتحديد؟ نعم، الحقيقة أن الحكومة دعت إلى تجديد الإغلاق، الإغلاق متواصل منذ أكثر من أسبوع ودعت إلى تجديده ابتداء من يوم غد الاثنين، لكن المحافظين أكدوا صباح اليوم على أن الإغلاق سيبدأ من اليوم فعليا باستثناء بعض القطاعات الإنتاجية حيث تنخفض فيها طاقة العمل إلى النصف، لكن بالمجمل العام الأسواق مغلقة، الجامعات، المدارس، المساجد، الكنائس، كل أشكال التجمع البشري مغلقة تماما في الأراضي الفلسطينية. جاء هذا القرار بعد التدهور الكبير والخطير في حالة التفشي، التفشي عام وهو غير مسبوق ووصل إلى درجة إشغال قصوى لكافة المشافي. مررنا بحالات بالغة السوء، قيل لنا بأنه البعض يبحث عن سرير في مستشفى في محافظات خارج محافظته، يطوفون الضفة الغربية بحثا عن سرير لمريض ولا يجدون، بعض المرضى في الممرات البلديات وتطوع، وبعض الجمعيات الخيرية تبرعت بفتح مشافي ميدانية. بلدية البيري المجاورة لمدينة رام الله أعلنت عن فتح قاعة المنتزه كمشفى ميداني ودعت وزارة الصحة إلى توفير طواقم طبية من أجل استقبال المرضى. المرضى أعدادهم بالمئات وغمروا الجهاز الطبي، وصباح اليوم المتحدث باسم وزارة الصحة حذر من انهيار الجهاز الصحي بسبب موجات الإصابة الواسعة وجلها من الطفرات الجديدة. طيب محمد، يعني مع كل هذا الحديث، يعني وهذه عن تأزم الوضع، مع كل هذا الحديث عن تأزم الوضع، ماذا بخصوص اللقاحات؟ ما هي الخطوات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية من أجل تأمين لقاحات، من أجل التعامل مع هذا الوضع الصحي؟ يعني نعلم بأن في مرحلة من المراحل الإغلاق ليس كافياً. نعم صحيح، بالجوار إسرائيل لقحت عمليا أكثر من 60% من المواطنين، واليوم لم يعد الكورونا وباء في إسرائيل، أصبح مرضا عاديا، ويدرسون الآن وقف استخدام الكمامة في الأماكن العامة بسبب التقدم الكبير. لكن في الأراضي الفلسطينية هنالك تأخر كبير، وهنالك انتقادات واسعة للحكومة بأنها تأخرت في الاتصال بالجهات المنتجة وأنها اعتمدت على تعهدات بمساعدات خارجية ولم تبادر، وأنها أيضا اعتمدت على القنوات الرسمية. واضح بأن اللقاحات لا يمكن الحصول عليها بالقنوات الرسمية، هنالك حرب عالمية على اللقاحات، وبالجوار نتنياهو رئيس الوزراء كان هو الذي يقود المعركة وهو الذي تمكن من توفير اللقاحات لشعبه. وهنا انتقادات للحكومة الفلسطينية بأنها تركت للقنوات الرسمية وأن هنالك إخفاق. على كل حال هنالك وعود، لكن هذه الوعود متأخرة. نعم. ربما في حزيران، في هذا الأسبوع متوقع 100,000 لقاح من الصين، تبرع من الصين ومن كوفاكس 37,000 لقاح، لكن هذه أعداد تبقى متواضعة جدا. ونحن ننتظر منك محمد متابعة لهذه الوعود من قبل السلطة الفلسطينية لجلب اللقاحات للشعب الفلسطيني. محمد دراغمة مدير مكتب الشرق، شكرا جزيلا لك.